أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على العديد من المناطق الشمالية والغربية من المملكة. نهار اليوم بدأت الجبهة الهوائية الباردة بعبور بعض أجزاء من السواحل الشمالية من البحر الأحمر، تحديدا سواحل ينبع، حيث هطل زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات نهار اليوم. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتسع رقعة تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي مع تحرك الجبهة الهوائية الباردة جنوبا وشرقا خلال ساعات الليلة القادمة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن نبدأ نشرتنا كالعادة باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة، وهي الأجواء الغير مستقرة بسبب جبهة هوائية باردة تعبر أجواء المملكة، وأيضا انخفاض على درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية باردة تتحرك خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة. نستعرض الآن وإياكم هذه الصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. لاحظوا هنا كميات كبيرة من الغيوم تلتف حول مركز منخفض جوي، هذا المنخفض الجوي يترافق بجبهة هوائية باردة هنا تتحرك تتمركز هنا فوق شمال المملكة وأجزاء من السواحل الشمالية من البحر الأحمر. خلال الساعات القادمة تتحرك هذه الجبهة باتجاه الجنوب الشرقي، وبالتالي تعبر أجواء المزيد من المناطق الجنوبية من منطقة ينبع وأيضا أجزاء إضافية من منطقة حائل والحدود الشمالية. خلال ساعات نهار اليوم أو خلال ساعات الصبيحة والظهيرة هطلت زخات رعدية من الأمطار هنا في منطقة ينبع بسبب الجبهة الهوائية الباردة. نستعرض الآن وإياكم هذه الخرائط لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الحالة، حيث يتمركز منخفض جوي هنا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط يترافق بكتلة هوائية باردة تتحرك باتجاه شمال غرب المملكة. هذه الكتلة الهوائية الباردة تكون مسبوقة بهذه الجبهة الهوائية الباردة. هذه الجبهة أثرت خلال الليلة الماضية على سواحل تبوك وأجزاء من المرتفعات الجبلية من تبوك، هطلت زخات رعدية من الأمطار ترافقت أيضا بتساقط لحبات البرد. خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء تحركت الجبهة الهوائية الباردة أكثر باتجاه الجنوب الشرقي، عبرت أجزاء إضافية من سواحل جنوب تبوك وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، أجزاء من جوف والحدود الشمالية. خلال يوم الأربعاء بإذن الله تتحرك هذه الجبهة الهوائية أكثر نحو الجنوب الشرقي، لكن تضعف نوعا ما شدتها لتبدأ بعبور أجواء الشمال منطقة جدة، المزيد من المناطق من منطقة المدينة المنورة، أجزاء من حائل والقصيم وحفر الباطن والحدود الشمالية، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة خلال ساعات الفجر والصباح على مدينة جدة، بالإضافة لمنطقة مكة المكرمة وأجزاء من الطائف وأيضا أجزاء من المدينة المنورة وحائل والقصيم وأجزاء من حفر الباطن. أيضا تكون الفرصة مهيئة لبعض التشكلات الرعدية الركامية بشكل يومي في المنطقة الجنوبية الغربية خاصة فوق المرتفعات الجبلية. استعرض الآن وإياكم لهذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية المسببة أيضا لحالة عدم الاستقرار الجوي. لاحظوا اندفاع لهذه الكتل الهوائية الدافئة من جنوب غرب المملكة شمالا باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى، في حين تندفع كتلة هوائية باردة من شرق البحر الأبيض المتوسط هي المرافقة لهذا المنخفض الجوي باتجاه شمال غرب المملكة. الجبهة الهوائية الباردة تقع هنا هي الخط الفاصل بين الكتلتين الهوائيتين المختلفتين في الخصائص. التقاء كتلتين مختلفتين بالخصائص ستعمل على نشوء أجواء غير مستقرة، أي كل هذه المناطق على هذا الخط ستكون تحت تأثير أجواء غير مستقرة، ستعبر أو ستتأثر بها مدينة جدة خلال ساعات فجر وصباح يوم الأربعاء، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار. نتحدث الآن عن توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة مع تفرق لبعض الغيوم 12 درجة مئوية فقط، وبالتالي أجواء باردة نسبياً. الملموسة 10 درجات مئوية، الرطوبة مرتفعة نوعا ما 41%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، حيث يبقى الطقس مستقر لكن الأجواء نوعا ما باردة نسبيا إلى مائلة للبرودة، 23 درجة مئوية كحرارة عظمى يوم الأربعاء، أما الصغرى 12 درجة، يوم الخميس 24 إلى 14، ويوم الجمعة 23 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.